ايضا سياده اللواء محمد زكي الالفي المستشار باكاديميه ناصر العسكريه بينضم الينا الان. اهلا بك سياده اللواء. اهلا وسهلا. يعني ونحن ايضا نتابع اليوم بيانات القياده العامه للقوات المسلحه سواء رقم واحد او رقم اثنين، هل تتوقع ان يكون هناك مزيد من البيانات ايضا خلال هذا اليوم؟ من المؤكد انه ستكون هناك مزيد من البيانات، حيث ان البيان الاول قال ان دي بدات العمليه، والعمليه بدات وفي تعاون وثيق بين جميع افرع واجهزه القياده العامه للقوات المسلحه قاطبه، وبالتعاون مع اجهزه الشرطه المدنيه. وبالتالي فان هذه العمليه مستمره للقضاء على جميع البؤر والأماكن والإرهابيين إن شاء الله الموجودين على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وفي الدلتا وفي المنطقة أو في المركز نفسه داخل جمهورية مصر العربية. نعم أيضا سيادة اللواء، يعني فكرة حدث الاستنفار القصوى، ونحن أيضا في خبر ورد منذ قليل الرئيس السيسي متابع بنفسه أيضا من غرفة العمليات، طبعا ما يدور الآن من ضربات جوية وعمليات للقضاء على الإرهاب في هذه النقطة تحديدا، هل نحن أمام ربما عملية مختلفة يعني عن غيرها من العمليات السابقة؟ دعنا نقول سيادة اللواء. طبعا لأن هذه العملية زي ما قلت في البداية هي عملية أسلحة مشتركة، عملية مشتركة كاملة وليست كمان بفرع واحد زي القوات الجوية بس أو القوات البحرية فقط أو القوات أو جزء من القوات البرية أو الوحدات الخاصة، لا دي عملية كاملة شاملة بتشترك فيها جميع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة له مكانه في مركز القيادة وفي إدارة العمليات وفي متابعة حدوثها وفي إصدار القرارات لأي موقف طارئ يتطلب زيادة في الحجم أو في التعامل. نعم. فده سبب من الأسباب الرئيسية للتواجد يعني. نعم. سيادة الرئيس أيضا كان أشار إلى أنه في خلال 3 أشهر لابد من استعادة الأمن والاستقرار في سيناء، وربما في نهاية 3 أشهر نرى هذه العملية. هل حضرتك تعتقد أنه هذه العملية قد تنجح في ايضا تنفيذ ما دعا اليه الرئيس؟ انا عايز اقول لحضرتك حاجه عشان خاطر موضوع النجاح ده ان شاء الله، ان اي عمليه عسكريه بتتم قبل ان تتم بيتم التخطيط ليها اسمه التخطيط الاستراتيجي لهذه العمليه، وبالذات لما تبقى عمليه اسلحه مشتركه زي اللي بتتم دلوقتي بالكامل بافراعها الرئيسيه. فالتخطيط الاستراتيجي ده بيشمل جميع الاحتمالات وجميع الاتجاهات وفي تعاون وثيق بين جميع الافرع الرئيسيه اللي بتتم بين داخل القوات المسلحه او خارج القوات المسلحه، بالتعاون مع اخواننا في الشرطه المدنيه او بالتعاون مع اجهزه الدوله بالكامل، ومنهم حضرتك هو دلوقتي في الاعلام قد انت سيادتك بتغطي هذه العمليه وبتغطي هذه البيانات وبتستدعي العديد من المتخصصين للشرح والتوضيح والتبيان، ده جزء من الاعلام. نعم. هو المهم بقى دلوقتي ان ابنائنا واهالينا واسرنا ان تتابع هذه العمليه والا تتبع او يعني الاسلوب اللي هو بتاع الشائعات، نبتعد عنه، ده موضوع مهم جدا وناخد بالنا منه ان احنا لازم الا نتساق وراء الشائعات الكاذبه التي يمكن ان يبثها العدو أو من يقفون وراء هذا العدو وراء هؤلاء الإرهابيين من خلال وسائل إعلامهم المختلفة، وألا إحنا نسير خلفهم إحنا كمان ونردد هذا الكلام كما حدث في عمليات سابقة. فدور مهم جدا لحضراتكم كمان دلوقتي في التوعية من خلال وسائل الإعلام المختلفة. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، شكرا لك.